دكتور، اسمح لي أن نتابع معا تقرير عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونعود. So as our world hopes to begin the long process of healing, and as we seek robust post-COVID recovery, we must recognize that we cannot achieve true progress without fostering inclusive development that safeguards the rights of persons with disabilities. My country, Jordan, has always believed in this, and we are taking every opportunity to enhance inclusion. We recognize that we still have a long way to go, but gradual, steady progress has been made. As part of efforts to strengthen the safeguards for citizens' rights, Jordan legislated an ambitious new law in 2017 on the rights of persons with disabilities, the first anti-discrimination law in the region. المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مؤسسة وطنية تطلع من خلال 17 مديرية ووحدة فنية وإدارية في مركزها الرئيسي في مدينة عمان ومكاتب ارتباط موزعة على الشمال في محافظة إربد والجنوب في محافظة الكرك والوسط في منطقة المدينة الرياضية في عمان بتعزيز حقوق ومتابعة أوضاع ما يقارب 1,200,000 شخص من ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة. قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 ممارسة تشريعية نموذجية باعتراف المعنيين والخبراء والمنظمات والهيئات الدولية المتخصصة لما يضمنه من تعاريف حقوقية شمولية للإعاقة والعنف وما اشتمل عليه من آليات لمناهضة التمييز ولما حدده من أدوار ومسؤوليات وترتيب للأولويات. الحق في التعليم الدامج وتنفيذ استراتيجيته العشرية التي تم إطلاقها مطلع عام 2020 واحدة من أهم الأولويات التي يعمل المجلس عليها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعاون الدولي الألماني GIZ والجهات الداعمة. أنا مع تطبيق بنود الخطة العشرية للتعليم الدامج، فحتى تكون رسالتنا التعليمية حقيقية ومؤثرة لازم تحوي بين طياتها على فكر دامج بيعترف بوجود الاختلاف وعلى عقلية دامجة بتعرف كيف تقبله وتحتويه. رسالة التعليم الدامج بسيطة وبقدر ألخصها بأربع كلمات: تمكين المختلف وتعزيز المتمكن. ولأن الدمج بمفهومه الشامل أسلوب حياة ومنهجية تخطيط، فقد قام المجلس فور صدور القانون الجديد بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة لوموس البريطانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي بالعمل على تحويل منظومة الخدمات الإيوائية إلى منظومة أسرية حاضنة من خلال استراتيجية وطنية عشرية وخطة تنفيذية مرنة. طفل بحضن أمه أفضل من أي مركز توديه عليه. أحسن إشي الطفل لازم يكون بحضن أمه ببيته بين أهله بين إخوانه. التهيئة البيئية مجال العمل فيه لا ينتهي، لذلك ومنذ إطلاق استراتيجية إمكانية الوصول العشرية وخطتها التنفيذية عام 2019 بالشراكة مع أمانة عمان ووزارات الأشغال والسياحة والنقل والبلديات وسلطتي إقليم العقبة والبتراء والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والمجلس يتابع فنيا وميدانيا تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية الكبرى لضمان تهيئتها للأشخاص ذوي الإعاقة مثل مشروع الباص السريع ومشروع الحي النموذجي في جبل الحسين ومشروع المنطقة النموذجية في شارع شفيق رشيدات الجامعة في مدينة إربد وبعض المناطق السياحية مثل جبل القلعة وتنفيذ مئات الزيارات التقييمية لمؤسسات القطاعين العام والخاص. إمكانية الوصول بالنسبة لنا يعني التنقل بحرية واستقلالية، وإمكانية الوصول بتوفر بمشروع الباص السريع خطوة بالاتجاه الصحيح. يا ريت كل الأماكن تكون مهيئة هيك. وإيماناً بدور منظمات المجتمع المدني في إحداث التغيير المنشود، فإن المجلس يقوم بتقديم الدعم الفني والمالي
لعدد من المشاريع النوعية في مجالات العمل والتشغيل والتعليم والتأهيل وخدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول. تحقيقاً لرؤى جلالة سيدنا وبدعم من سمو الأمير مرعد، وقع معهد العناية بصحة الأسرة 3 مشاريع للشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتعلق بتوفير خدمات التأهيل من منظور حقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وخدمات الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في 6 مراكز شمال ووسط وجنوب المملكة، وأيضا خدمات التشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس والمعهد. إن تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني جائزة فرانكلين ديلانو روزفلت الدولية الخاصة بالإعاقة عام 2005 والممارسات التشريعية والمؤسسية التي يقدمها المجلس مكنته من اكتساب ثقة الجهات الداعمة والمانحة. جائزات on behalf of the German Federal Ministry recognizes HCD's instrumental role for achieving policy change, especially when safeguarding the educational rights of children with disabilities. Given the pioneering role the HCD has within disability inclusion, GIZ is collaborating with the HCD on the implementation of the National 10-Year Strategy for Inclusive Education and on setting up effective tools to monitor the strategy and its action plan. We would like to thank the HCD for their commitment and efforts put towards making sure that the foundations of an inclusive education system are strengthened and that no one is left behind. أنا آدم ونفسي أكون لاعب كرة قدم بس أكبر.